كمون ثروة حقيقية لمصر، ما هواش عبء على الأسرة المصرية لما يصدر، يعني ما بيسيبش فراغ في السوق المحلي. من أجمل مميزات الكمون إن احنا ما بنستخدملوش مية، احنا بنسقوش على مدار الموسم غير هي مرة واحدة للمحايا فقط. العائد بتاعه كويس، يعني احنا الفدان بيجيب له من 700 كيلو ل 800 كيلو، فده عائد كويس. زائد انه هو ما بيحتاجش اسمده، الاسمده اللي بيحتاج اشياء بسيطه جدا بنجهزها له قبل الزراعه ونحطها له في الارض. بس نتمنى ان يعني نحافظ على يبقى في توازن علشان يبقى الفلاح ياخد حقه ونقدر نصدر بسعر تنافسي، والكمون بتاعنا بينافس على مستوى العالم. احنا ان لم نكن رقم 4 فاحنا رقم 5 على مستوى العالم. طبعا هو من النباتات التصديرية التصنيعية اللي بتخش في كثير من الصناعات الدوائية. أهميته بالنسبة للمزارع بيحقق يعني كمية أو حالة اقتصادية عالية بالنسبة للمزارع. كان سعره كان وصل حوالي 600 جنيه للكيلو، يعني معنى كده ان الطن بيجيب 600,000 جنيه، معنى كده ان احنا لكن طبعا سعره دلوقتي انخفض لان كميه العرض اللي معروضه منه كبيره. فطبعا نبات الكمون من النبات المصدره اللي بتجيب عائد عالي للدوله وللمزارع. وكذلك في حاجه عايزين نضيفها دلوقتي، ان احنا التبن اللي بيخرج من نبات الكمون يجب استخدامه للحيوانات التي تضر اللبن، لانه بيساعد كتير قوي على اضرار عمليات الحليب واضرار اللبن للحيوانات. ودي حاجه مهمه جدا عايزين المزارع نلفت نظره ان هو يستخدم هذا التبن في علف الحيوان، وخصوصا الحيوانات المضره للبن. احنا كارشاد زراعي لنا دور مهم جدا مع المزارع، مش في محصول الكمون فقط، في كافه المحاصيل اللي بيزرعها. بنقدم له التوصيات الفنيه من المعاد الزراعه، من الامراض اللي ممكن تصيبه وكيفيه مقاومتها وكيفيه ان هو ينهض بالمحصول بتاعه لتحقيق اعلى انتاجيه وبالتالي الحصول على اعلى عائد اقتصادي له. طبعا المزارع بيزرع المحصول عشان يزود دخله، يقدر يصرف على اولاده، يقدر يتعلم كويس. فالمحصول الكمون او بعض المحاصيل ديت بتحقق عائد اقتصادي كبير عشان بيتم تصدير الدوله. طبعا لما يتم تصدير اي محصول سواء الكمون او بصل او فراوله من المحصول ديت بتجلب عمله صعبه بتبقى مفيده للدوله. احنا طبعا السنه اللي فاتت كان الغربيه زرع حوالي 900 فدان، السنه دي المساحه المزارعه فوق ال 5500 فدان، متوسط انتاجيه الفدان حوالي 700 ل 800 كيلو جرام.